حياكم الله مشاهدينا طبعا من بعد هذا التقرير، ونرحب اكيد بالدكتوره مره ثانيه الدكتوره بهيره. دكتوره، شفنا معك هذا التقرير واجواء المؤتمر بشكل عام، وايضا راينا وشفنا مع المشاهدين بعض الورش التي تم عرضها واوراق العمل. يعني ما هي الورش والبرامج الذي او التي تضمنها المؤتمر بشكل عام؟ كان موجود بجانب المؤتمر ثلاث ورش عمل تعليمية وتدريبية مهمة جدا. أول ورشة عمل كانت ورشة عمل لتدريب الأطباء اللي هم حديثي التعليم في مجال الإخصاب، في مجال سحب البويضات وترجيع الأجنة، ودي على ما يسمى بالتدريب عندنا سيميوليترز، وهي تقنيات محاكاة للواقع، بحيث ان هم بيتدربوا ولكن مش على مريض، ولكن يعطي الإحساس انك فعلا مريض حقيقي، لان صعب ان احنا نتدرب على المرضى حقيقيين. فدي كانت من ورش العمل المهمة. ورشة تانية كانت ذات أهمية، كانوا للأمبريولوجيست اللي هم علماء طب الأجنة في المعمل نفسهم، كانوا بقى بيتدربوا على حاجة مهمة جدا، وهي أخذ الخزعة من الجنين في اليوم الثالث واليوم الخامس من عمر الجنين، وده لاستعمال الخزعة دي للكشف عن الأمراض الوراثية. فدي كانت أيضا ورشة مهمة جدا، والاثنين دول كانوا في مجال الإخصاب. الورشة الثالثة بقى كانت لها يعني سمعة جامدة جدا، كانت عن الطب النسائي التجميلي، وكان بيشمل العلاجات المختلفة اللي بتعالج تأثيرات الحمل والولادة المتكررة على المرأة وسلس البول، إلى جانب طبعا الناحية الإجمالية اللي موجودة في هذه المنطقة كمان، وكان عليه إقبال جيد جدا. ومن ضمن الحاجات اللي هي هتاخد لها مجال كبير في مجال طب النساء والتوليد في المستقبل. نعم دكتورة، خلينا نتكلم عن أهم المعايير المتبعة في التنظيم الصحي، وكيف يتم إرجاع عمر الطفل أو عمر الأجنة إلى عمر الأم. كيف يعني؟ هاي بتكون تقنية جديدة صراحة. هو بصي حضرتك، هي تقنية جديدة ومش جديدة، هو تفكير جديد لمبدأ قديم موجود. أصبح في اتجاه عالمي موجود، وكمان في الإمارات، إن احنا نقلل المضاعفات والأعراض الجانبية من تقنيات علاج الإخصاب. وهي من أهم الحاجات اللي ممكن تحصل منها اللي هي التوائم والحمل المتعدد، اللي هو أكتر من اتنين بيكون في بطن الأم. دي بيكون لها مشاكل كتيرة، يمكن الأسرة والمجتمع مش ملمين بيها قوي، لأن حمل التوائم بيعتبر ما يسمى حمل هاي ريسك، يعني الريسك بتاعه عالي شوية، لأنه الأم عرضة للإجهاض وللنزيف والولادة المبكرة والضغط والسكر في الحمل. فبالتالي الاتجاه العالمي وأيضا اتجاه في الإمارات إن احنا نعتني بصحة الأم والمرأة والبيبي والجنين اللي جاي بإرجاع جنين واحد. إرجاع جنين واحد، يا إما على اليوم الثالث من الجنين، أو الأفضل اليوم الخامس من عمر الجنين، لأن ده بيكون عنده استعداد أكتر للزرع. فهي اللي احنا ساعدنا إن اختيار الجنين الأنسب إن احنا نوصل الأجنة لليوم الخامس، وبيبقى في معايير معينة لك لما نختار الجنين السليم، سواء تم عليه فحص بالكروموزومات أو لم يتم عليه فحص. فإن احنا نقلل هذا الموضوع، لأن نسبة حدوث التوائم تقريبا 25% بسبب علاج الإخصاب. فاحنا بنحاول نقلله من اقل من 20%. طيب هاي يكون في موافقه المراه الحامله؟ لان احيانا ربما تكون عندها رغبه مثلا، يكون في طبعا طوام. وهو ده اسمه الانديفيدجوالايز تريتمنت، اللي هو تخصيص العلاج للحاله اللي موجوده قصادنا. فاحنا بندي العلم، خلاصة خبراتنا والعلم للأزواج اللي موجودين، ونشرح لهم الأعراض الجانبية اللي موجودة، وفي الآخر هم لهم مطلق الحرية، ولكن في ظل يعني جايد لاينز وقوانين معينة. احنا المتداول بينا كأطباء في الإمارات، أي سيدة أقل من سن 30 نحب نرجع جنين واحد، لأن قابليتها واستعدادها للحمل عالي. وبعدين ما بين سن 21 لل 39 ممكن نرجع 2 أجنة، ف
فوق سن الأربعين ممكن نرجع اثنين أو ثلاثة، وكل حالة على حدة بتختلف. ممكن تكون واحدة عندها سن مثلا 22 سنة وصغيرة، ولكن عندها مخزون البويضات محدود، ما اقدرش ساعتها اقول لها لا هرجع جنين واحد. صحيح. لان هي استعدادها للحمل بيكون مختلف، فبالتالي كل حاله على حده لها الخطه العلاجيه بتاعتها. جميل جدا. يعني ايضا دكتوره في كل يوم ما شاء الله الطب بشكل عام يتطور، وهناك تقنيات حديثه خاصه في مجال الاخصاب. نريد ان نعرف المشاهدين على احدث التقنيات التي تم طرحها في تقنيه حفظ الخصوبة، وأيضا من خلال هذا المؤتمر ماذا خرجتم؟ ده أعطى أمل كبير التقنيات الحفظ الخصوبة لكثير من الحالات، من اللي هم عندهم يا إما أمراض مستعصية أو مزمنة، أو للي قدر الله اللي عندهم يضطروا ياخدوا علاج بالكيماوي أو علاج الإشعاعي للعلاج السرطان، لأن هذه العلاجات شديدة وقوية على خلايا الجسم ومنها البويضات والحيوانات المنوية، فبالتالي بنطرح على المرأة في سن صغير إذا هتقوم بعلاج كيماوي أو إشعاعي إن هي يتم حفظ يا إما البويضات يا إما الأجنة يا إما نسيج المبيض نفسه، بيتاخد ويحفظ للاستعمال بعد الشفاء من العلاج بالكيماوي وبالإشعاع، ليديهم فرصة وأمل إن يبقى لهم أسرة في المستقبل. لأن في حد ذاته المرض وصعوبة المرض له عبء كبير، نفسي غير بعد كتير، عبء نفسي كبير، جسماني ونفسي كبير، وكمان هنحرمهم من الإنجاب وإن هم يبقى لهم أسرة، فده أصبح أمل كبير جدا موجود بالإمارات وموجود بالعالم. عندنا اللي احنا متقدمين في حفظ البويضات والأجنة واللسائل المنوي، وبنتقدم الأيام دي العالم كله بيبحث في ازاي بطريقه معينه نقدر نحفظ انسجه المبيض نفسه عشان نقلل كميه العلاج اللي على المراه نفسها. نعم. كيف لمستوا نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي في مثل هذه التقنيات، تقنيات الاخصاب؟ دي كانت بقى من المحاضرات اللي كانت واو قوي في المؤتمر. ده في مجال التطوير وفي أضيق الحدود في الناحية الطبية، موجود في الجيمينج وورلد وموجود في الاي تي وموجود في العالم كله بطريقة متقدمة، أما استخدامه في الطب فيمكن محدود شوية، ولكن بإذن الله في الفترات الجاية هنقدر نستعمل الذكاء الاصطناعي في التدريب وفي التعليم للأطباء وللمرضى في نفس الوقت. نعم. زي ما كنت بقول ان هي في التقنيات محاكاه للواقع، فالذكاء الاصطناعي هيساعدنا ان احنا كاننا بنشوف المريض وبنعالجه وبنعمل عليه جراحات ولكن في صوره تدريبيه، او ان احنا بنعمل الجراحات ان احنا نطلع المعلومات عن المريض واحنا بنعمل الجراحه، عايزين نسترجع معلومه مهمه. انا كنت من ضمن الناس قالوا لي اطلعي بس اتفرجي البسي النضاره والكاميرا، و فعلا يعني حتى للمرضى عاوزين نشرح لهم العلاج بيتم ازاي، بنشاركهم في وسط رحله. جميل. العلاج بتاعتهم. نعم. هاي روحها جانب نفسي اصلا يسهل على المريض يستقبل هالشيء. صح. جميل. دكتوره هناك سؤال ربما يعني مؤخرا طرح كثيرا، و يعني سؤال هل من ممكن تفسير الحالات التي تستدعي الفحوصات الوراثيه قبل ارجاع الجنين، هل ممكن؟ ممكن، وممكن جدا ومهم جدا، وبالذات للعائلات اللي ممكن يكونوا عندهم أمراض وراثية مزمنة. هنقول مثلا زي مرض الثلاسيميا أو السيكل سيل اللي هو معروف كأنيميا البحر الأبيض المتوسط. نعم. أو الأنيميا الخلايا المنجلية، دي بتتوارث من جيل إلى جيل وليها تأثيرات على الجسم وعلى الحياة نفسها وعلى العبء العلاجي عالي جدا. صحيح. وإحنا عارفين إن هي ليها طريقة وراثية معينة، فلما بنكون عارفين الخط الوراثي إيه ممكن الأسر دي يتم الفحص الكروموزومي أو الوراثي، بنكشف على الأجنة، بنشوف كل الأجنة المصابة مثلا بالمرض المعين ده ونستبعدها، فبالتالي يتم إرجاع الجنين الغير مصاب.
دي حاجة من الحالات اللي ممكن نستعملها. الحاجة الثانية اللي مهمة جدا وتهم كل مرأة اللي هي استبعاد الأجنة اللي عندهم متلازمة داون سيندروم، لأن دي بتيجي مع تقدم السن، فبالتالي الواحد عاوز يستبعد دول. فبتبقى من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا أولا إن احنا نختار الجنين السليم، ويساعد على نسبة زيادة الزرع، وبالتالي استبعاد الأمراض الوراثية. فدي تقنية ساعدت ناس كتير بأمراض كتير ولها الحمد لله، وهي بشرة سارة فعلا لكثير من الأزواج والأسر كتير فعلاً. كتير، لأن الأمراض دي لما نيجي نسأل الأسر دي، الأب والأم والمصابين نفسهم عبء نفسي كبير قوي عليهم. طبعاً. أكيد. الله يعطيك العافية. أنا عندي سؤال ثاني بعد. في سؤال يا ضاري تم يعني هذا أيضا سؤال. هل العقم أو المشاكل في الاخصاب هل هي ايضا وراثيه؟ لان قرات خبر مؤخرا يمكن من اسبوعين ان العقم ربما يكون بنسبه كبيره هو وراثي. على حسب الحاله. كلام حضرتك بنسبه معينه صح. نيجي نتكلم على اكبر سبب للعقم وعدم الانجاب في المراه، فهي اللي هي تكيس المبايض. وتقريبا معظم السيدات ده عالميا كمان، ويمكن يزيد نسبته عندنا في الشرق الاوسط وفي الفار ايست كمان. دي لما بتجيلي السيده تقول لي انا اكتسبت مرض تكيس المبايض، اقول لها لا حضرتك ما اكتسبتيوش، انت ورثتي عن ام او عن عمه او عن جد وهتورثي للبنات، ولكنه ما هوش مرض. لا علاج يعني. هو يعني سهل جدا ومش شرط انه يعمل مشاكل في الخصوبه. وعلاجه سهل جدا على حسب المشكله. يعني في حالات نعرفها نحن فعلا على حسب ممكن ما يبقاش في مشكله في العقم، ممكن في مشكله في زياده الشعر، ممكن في الوزن، ممكن حبوب حب الشباب. في بعض الحالات بيكون الحاله مزمنه شويه، بيحتاج بعض المساعده بالتنشيط يا اما على خفيف يا اما بالحقن المجهري للعلاج. بالنسبه للرجل ايضا، وبالنسبه للرجل ايضا بيكون بعض الحالات الوراثيه بتتنقل لو موجوده مرض معين زي كلاينفيلتر سندروم، لو ده سندروم معين انه بيكون في الاكس كروموزوم زياده شويه، ده ممكن بيكون وراثي، ده بيؤدي الى عقم، ولو غير متكامل ممكن يورث الى الابناء كمان. يعني هنقول في حيز معين العقم في جزء منه وراثي. تقنيه الحقن المجهري والاي في اف بدات 1978، احنا لسه ما نعرفش ابعادها. الجيل اللي عندنا اللي هي لويس براون اللي هي اول واحده سيده في العالم عندها تقريبا على ما اظن 40 سنه داخله على 40، هي خلفت، بس احنا ما نعرفش اذا كان في اثار بعيده المدى فيما بعد، لان التقنيه دي ما زالت نوعا ما جديده. ايضا علاج العقم للرجال حاجه اسمها اكزي اي سي اس اي، دي برضو بدانا نستعملها في 1995، تخطينا المشاكل لما يكون في عقم عند الرجال. طب لما نتخطى المشاكل دي هل الاجيال الجديده بيورثوا هذا الموضوع ولا لا؟ هذا سؤال لسه ما نعرفوش. لسه محتاجين وقت زياده ان احنا نعرف اذا كان ده، احنا شاكين ان ربما يكون في نسبه، ولكن قد ايه وانهي مشاكل لسه ما نعرفش. المهم عندنا ان احنا الطريقه الحياتيه بتاعتنا اثرت، العلم متطور، ولكن اصبح احنا ما بنتحركش كتير، بناكل كتير بروسيس فود فاست فود، يعني هذا فينا احنا، وهذا له تاثير، في له تاثير لانه بيغير في تكوين الخلايا وبالتالي احنا بنورث المشاكل دي. الله يعطيك العافيه. وجودك بروحه احس ان انا طاقه ايجابيه وبشره فعلا لكثير من الازواج والزوجات. الله يوفقك دكتوره. كلمه اخيره تقدمينها لمشاهدين برنامجنا. الكلمه الاخيره اللي احب اقولها للمشاهدين ان لما امتى تلجأوا الى الطبيب لاستشاره الطبيب في حالات عدم الانجاب، بقول الاستشاره بدري احسن من اي شيء، وعدم تاخير الحمل والانجاب لاسباب عديده سواء علميه او ماديه، لان سن المراه علاج الخصوبه محدود بسن المراه، وبالسن بيتقدم السن يقل عدد البويضات وجودتها، وبالتالي الاستشاره البدري
حتؤدي الى العلاج بدري ونجاح العلاج والانجاب والاسره سعيده باذن الله. الله يرزق كل محروم يا رب. اللهم امين. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك دكتوره على حضورك معنا، احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء. شكرا دكتور. طبعا دكتوره بهيره الجيوشي استشاريه امراض النساء والولاده والاخصاب في مراكز هيلث بلاس للاخصاب في دبي ورئيس المؤتمر الطبي للاخصاب. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. شكرا اكيد. والحين مشاهدينا وصلنا للختام، ان شاء الله نشوفكم باكر، وان شاء الله تكونوا استانستوا معنا فقراتنا اللي مرت عليكم. اكيد استانستوا ومفيده اليوم فقراتنا. نشوفكم باكر باذن الله تعالى. مع السلامه. مع السلامه.